طقس بارد بوهران ومقابلة صبت في نفس الجو بين فريقي مولودة وهران وشبيبة الثورة التي وقفت الند للند أمام المحليين الذين لم يستطيعوا الوصول لحارس الزوار. دفاع صلب للشبيبة أبعد كل الأخطار للواجهة الأخرى، حيث كاد اللاعب طبال من الشبيبة أن يسجل هدف السبق في الدقيقة 13 بعدما كان وجه لوجه مع الحارس دحمان. هي اللقطة الوحيدة الخطيرة التي سجلت في هذا الشوط الذي انتهى بالتعادل السلبي. الشوط الثاني اللعيبة تمركز في الوسط في أغلب الأوقات مع محاولات للمحليين لتدارك ضعف الشوط الأول واستغلال للهجمات العكسية المحلية خاصة عن طريق الأجنحة للمباغتة والولوج في منطقة دفاع الزوار الذي بدأ به الانفكاك ضف الأرض الزلجة بسبب الأمطار المتساقطة. الدقيقة 49 اللاعب سانداغو يسجل الهدف الأول بعد مراوغة الحارس، هدف أنعش خط هجوم المولودية التي اجتهدت لإضافة أهداف أخرى، لكن كان ذلك بالعسير أمام دفاع تجذر بالخط وأغلق كل المنافذ. ونتمنى ان شاء الله للمستقبل احسن نتائج باش نخرج من هذه المنطقه اللي هي في الحقيقه ما تشرفش مدينه وهران، ما تشرفش مولوديه وهران. وحنا ان شاء الله اليوم نهني كل الجمهور، وهذا يعني باش نبينوا باللي الفريق تاعنا عنده امكانيات ولازم نساعدوه ولازم نوقفوا معاه في هذه المراحل يعني الصعيبه ان شاء الله.